ان شاء الله. نعم طبعا راح اصوت الانتخابات النيابيه. لا هاي راح اصوت طبعا. ما اتوقع انتخب هذا اكيد. لا طبعا انا مصوت. لا اكيد اكيد طبعا. طلعت بطاقه الانتخابيه؟ والله صراحه لا. مقاطع لانه مش الاسماء اللي نزلت هي الاسماء اللي نزلت على السنوات الماضيه، فما اتوقع من مجلس النواب يكون مجلس قوي. ما يعني فيش حدا بيستحق على الاغلب. اولا ما بحس انه في حدا بيستحق، يعني لسه ما شفت الانسان اللي بيستحق. يعني ممكن اذا لقيت حدا بيستحق ممكن اصوت له. اكيد يعني راح اشارك لانه هذا واجب وطني، وهذا لازم احنا شباب لازم يكون عندنا القيمه انه احنا لازم نغير. لانه صراحه النواب صراحة أي واحد بصوت له راح بمعنى ضيعنا بزيادة، لأنه كل سنة عم ضيعونا بزيادة. أساس اختياري فعليا هلا زي ما بتعرفين احنا حنكون موزعين على دوائر، بس على حسب مين ايش برنامجهم، يعني عم بيناسب المبادئ اللي انا ماشي فيها، عم بيناسب ايش توجهاتي سياسيا اجتماعيا الى اخره. راح يعتمد انا قراري على قرار الاغلبيه اكيد، لانه احنا بنعيش في نظام عشائري والعشيره اللي بتقرر احنا اكيد معها. يعتمد قراري اول شيء الدائره الانتخابيه، ثاني شيء اللي بيمثلني بالعشيره. يعني لو حد من عائلتنا انا راح صوت اكيد هو لعائلتي، يعني حد من عائلتي صراحه. لا هو بيقرب لي صراحه. قرابي بس هذا وصوت ما في سبب يعني كتير كبير. انا بالنسبه لي مش شرط انه يقرب لي، بس اهم شيء يمثل صوتي بالشكل المناسب. انه بفيد وعارف انه خدم، من نزل اكثر من مره وخدم وعمل اشياء وحسن. بانتخابات ولا بدون انتخابات كان يحسن بالمنطقه اللي احنا ساكنين فيها. لازم يكون اول شيء عنده الجراء انه يتكلم مجلس النواب. الشخصيات اللي موجوده بالقائمه نخب سياسيه، رموز وطنيه عززت مفاهيم سياسيه لدى المجتمع الاردني، عملت بالعمل العام والعمل التطوعي، كان لها بصمات واضحه على طاولة العمل السياسي الأردني. ننتخب المرشح اللي عنده برنامج معين يمشي عليه، يفيدنا يفيد الوطن من ناحية خدماتية، من ناحية تشريعية، والأهم هذا، لأنه بهاي المرحلة الأهم الناحية التشريعية.